نعم، بدون شك الرئيس بايدن أخطأ خطأ كبيرا عندما تحدث عن استراتيجية اللجوء إلى الدبلوماسية لحل مشاكل العالم والمشاكل الأمريكية، لأن كثيرا من الدول ومن بينها إيران، من بينها الصين، من بينها روسيا، من بينها فنزويلا، أخذت هذا الموقف كعلامة ضعف عندما تتحدث عن اللجوء إلى الدبلوماسية فقط وتحبيذ الدبلوماسية كأسلوب وأداة لحل المشكلات الدولية والأمريكية. هناك أطراف في العالم تأخذ مثل هذا الكلام على أنه علامة ضعف. الرئيس بايدن كان يجب عليه أن يقول، بالإضافة إلى أنه يلجأ إلى الدبلوماسية كخيار أول، كان يجب عليه أن يضيف سطرا واحدا فقط إلى هذا الكلام. هذا السطر يقول، ولكن في الوقت نفسه الولايات المتحدة سوف ترد بيد بقبضة من حديد إذا تعرضت مصالحها الرئيسية للخطر أو للتهديد. للأسف الشديد الرئيس بايدن حتى ربما عندما لجأ إلى هذا السطر لم يكن لجوءه بصورة ثابتة ومستمرة بحيث تقنع الروس من جهة، الروس يحشدون قواتهم الآن على حدود أوكرانيا، الصين الآن تأخذ كميات أكبر من النفط الإيراني المهرب، فنزويلا الآن تأخذ أسلحة مشحونة ضد رغبات الولايات المتحدة. لو أن الرئيس بايدن منذ البداية قال نحن سوف نتصدى لمثل هذه الأعمال بالقوة العسكرية أيضا، ولم يقتصر كلامه على استخدام الأدوات الدبلوماسية فقط، إدراكا العالم كله يدرك أن عندما تتحدث عن الدبلوماسية فقط أنت تتحدث عن الضعف.